حياكم الله مجددا مشاهدينا الكرام في هذه الحلقه من برنامجكم ترحيب. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز وتعاونوا على البر والتقوى. فكيف لنا ان نجعل هذه الايه الكريمه منهج لحياتنا وما هي صور التعاون التي حث عليها القران الكريم؟ نعم طبعا محاور حلقتنا لهذه الليله اللي بنناقشها مع الداعيه خالد بموزه يا مرحبا ومسهلا فيك شيخ خالد حياك الله حياكم الله وبياكم وجعل الجنه مسوانا ومثواكم اشكركم على هذه الاستضافه وطبعا أن اشكر ايضا قناه الريان يا مرحبا مسلا شخّر مرحب طبعا يعني من الأصوات المألوفة والمعروفة لدى, الجنب نعم. لدى لدى الكثير من الناس نعم. وربما يعني من الأصوات الصباحية صحيح. اللي, نعم. اللي, اللي اللي يسمعها الكثير من نعم. الناس خاصة صحيح. الفترة الصباحية صحيح. ويحس بالنشاط النشاط اللي يقتبسه من إذاعة قطر وإذاعة القرآن الكريم عفوا والبرامج اللي البرامج اللي أنتم تشاركون فيها. فالتعاون على البر والتقوى هو أحد المواضيع أحد 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 الأمور أو الأشياء الأساسية في في ديننا الحنيف. لو نتكلم عن التعاون كمفهوم. إذا نظرنا إلى هذه الآية، الله سبحانه وتعالى لما خلق البشر جعلهم يأنسون من فطرتهم أنهم يأنسون ببعضهم البعض. ولما خلق البشر لم يجعلهم متساوين لا في عقولهم ولا في اموالهم ولا في ادراكهم للحقائق فتجد الفقير والغني تجد القوي والضعيف تجد الذي الذكي والقبي هكذا ليش ليكمل بعضهم بعضا ليش لما اعطى هذه الادوار لا يستطيع الانسان ان ينفرد بنفسه في عمل شيء انت الان تريد ان تبني بيت وتملك الأموال الكثيرة والطائلة تقدر أنت تبني بيتك بروحك صحيح. بدون ما تستعين بمصمم نعم. مهندس مقاول كلنا نكمل أموال. بعض إذا كلنا نكمل بعض أنت قاعد تتعاون مع أناس يمكن أقل منك مالاً أقل صحيح. منك علماً أقل منك كذا لكن هؤلاء هم الذين يكملون دورك ولذلك هذه من الفطرة لذلك الله سبحانه وتعالى جعل هذه القضية حط لها مبادئ موازين هذه هي اعظم موازين التعاون بين البشر. نعم. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب. نعم. والله طيب. شديد العقاب. نعم. طيب شيخ خالد شنو هي صور التعاون؟ لو نبي نبسطها ونبسطها بصوره مفيده ويسره للناس. نعطيكم يعني البر البر بمعناه الشمولي هو كل ما أمر الله به ورسوله نعم. أي أمر أمر الله به ورسوله هو من أعمال البر يقول يقول عليه الصلاة والسلام, عليه والسلام. تبسمك في وجه أخيك صدقة الحمد لله إحنا كلنا نضحك في هالقناة <تحكس> <تحكس> <وزي؟ تصفح> عزب من أعمال من البر من أعمال البر <تصفح> نبتسم كل واحد يعني قضية الابتسامة نعم. يعني هو السحر الحلال صحيح إحنا نسميه السحر الحلال لما تبتسم في وجه إنسان لأول مرة تقابله أنت تعطيه رسالة إني أنا ترى أحبك صحيح إني أنا أحترمك نعم إني أنا ترى متواضع نعم والابتسامة أيضا معدية نعم زين وهو أيضا يردها بابتسامة، الابتسامة هي من أعظم أسباب التواضع بين البشر تدخل في تدخل في مضمون كلمة التعاون؟ طبعا تخيل أنت <applause> يعني يعني ما يعني تخيل أنت إنسان م. كلمة تعا... والله أولا... احنا قاعدين نتعاون بالابتسامة؟ نعم نعم انا بقول لك ليش هل تستطيع ان تتعاون مع انسان غير مبتسم تكون له الكره والبغض ما تحبه ما تدانيه ما تطيق اصلا تقعد وياه لا يمكن ان يتعاونون مع بعض, بعض لذلك لما انت اي مؤسسه اي مؤسسه لما تحدث فيها خلاف بين المدير وبين رؤساء الاقسام صارت هوشه بينهم خلاص احتفست المؤسسه نعم زين الكل جاكر الثاني صح ليش لانه صار فيه بغض وكره لذلك ل... 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 هذه القضيه الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه و... على <تصفح> والسلام في الحديث الذي رواه الامام آه... الامام مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه يقول لا تدخلون الجنه حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحبوا لان قضيه الايمان اصله الحب في الله والبغض في الله معروف بين صحيح. الانسان الانسان اذا انت حبيته تستطيع ان تتعاون معه وتنتج معه وتتفاعل معه لكن لما تبغضه ابدا مستحيل يمكن تسوي شيء غصبا عنك مهم حبا في هذا الرجل شوف الرسول صلى الله عليه وسلم كيف ملك قلوب الصحابه يقول ولا تؤمنوا حتى تحابوا الا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم السلام الله. من أبرز صور التعاون بين البشر. نعم. نعم. طيب آه شيخ خالد لما نتكلم إحنا اليوم عن آه مسألة التعاون. مم. التعاون مع آه تعاون مع أخوي خالد بحكم إنه زميلة تعاون مم. معك بحكم أن أنت آه ضيفي في صحيح. البرنامج. مم. مع من نتعاون بشكل عام؟ شوف هل آه. هناك هل هناك في من حدود معينة؟ يجب ان لا اتجاوزها في مساله التعاون مع من يجب ان اتعاون معك. ومن لا يجب ان اتعاون يعني مثلا معك. السؤال مثلا ممكن نقوله هل ممكن ان اتعاون مع واحد يخالفني في العقيده مثلا نعم. التعاون على البر والتقوى مفتوح لكل الناس الا <applause> الذي يعاديني قتالا نعم زين لا ينهاكم الله عن الذين ايش لم يقاتلوكم ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا إليهم قضية البر هناك وتعاونوا على البر والتقوى نعطيكم مثال الرسول صلى الله عليه وسلم عزيز يقول عزيز في الحديث عزيز. الصحيح يقول شهدت مع عمومتي حلفا في دار ابن جدعان اللي هو عبد الله بن جدعان التيمي يصير ابن عم أبو بكر الصديق وكان سيد بني تيم وكان أغناهم هذا الحلف يسمونه حلف الفضول شنو الحلف هذا؟ أنهم بنو زهرة بنو هاشم وبني تيم بن مرة اتفقوا على أن ينصروا أي مظلوم في مكة أي إنسان يظلم في مكة من واحد من زعماء قريش هذه المجموعة تنصره <applause> نعم. زين فيقول عليه الصلاة والسلام شهدت مع عمومتي حلف الفضول بدار ابن جدعان ولا يقول واني يعني ولو دعيت اليه في الاسلام لاجبت يعني لو انا دعيت الان انا اعطيكم مثال الان لو الامم المتحده والدول عملوا حلف واتفاقيه لمقاومه الغش التجاري اشارك ولا ما اشارك؟ اشارك لان الغش التجاري من الاثم والفجور زين لما يتفقون الدول كلها على مكافحه نعم. المخدرات و... ويبون الناس والدول تنضم اليهم حتى, أسألت... حتى مثلا مساله مساله تقديم الاعانات وال... والإغاثات طبعاً. لبعض طبعاً. الدول المنكوبه سواء كانت انا آ... نعطيكم... نعطيكم مسلم مثال. غير مسلم عندنا حديث حديث رواه الامام البخاري ومسلم يسمونه نعم. حديث الخازن الامين نعم. في هذه القضيه نعم. وهو المبدا التي قامت عليه اصلا المؤسسات الخيريه نعم. انت رجل غني الامين الخازن الامين زين يعني هكذا يبدا النص الحديث انت رجل غني واردت ان تتصدق على رجل في بلد اخرى وعندك موظفين وكذا وامناء يسمون الخازن يعني اداري او نعم. مسؤول المالي فاعطيت الصندوق أعطيته إيه؟ نعم. اي ألاف 10000 ريال قلت له روح لفلان في المدينه الفلانيه وعطى هذه الصدقه نعم. فاخذها نعم فدفعها الى من امر أن تدفع له. فدفعها وافرة يعني ما أخذ منها 500 ريال كاملة نعم كاملة طيبة بها نفسه يعني هو رايح ومبتسم ومرتاح نعم. ومو مكشر زين مو بزعلان وهو يعطيه 10000 نعم. ريال نعم. زين فهو أحد المتصدقين. سبحان, سبحان هو الله. هو يشارك في الأجر. نعم الآن أنت تريد أن تحفر بير. نعم. شو تسوي؟ تذهب الى الخازن الامين من هو الخازن الامين الجمعيات الخيريه, الجمعية الجمعية الخيرية. الخيرية الآن. قطر الخيريه راف نعم. عيد الخيريه الأصمخ الخيريه نعم. عندنا ما شاء الله الان تقريبا ست او سبع جمعيات موجوده ما شاء الله. الان كلها تقوم بالاعمال الخيريه تريد ان تبني مسجد عيد. تريد ان تبني دار ايتام تريد نعم. ان تبني مدرسه تريد ان تتصدق على اليتامى والمساكين نعم هذه كلها من صور التعاون صحيح. كلها من صور التعاون نعم شيخ خالد انا ودي شوي ننتقل في الحديث الى موضوع اخر يمكن يهم شريحه كبيره من الناس مم. اللي هو موضوع التعاون في العمل خالد يمكن مم. هذا مهم، شلون ممكن نحقق يعني التعاون في العمل بشكل مهني وايضا يكون في الصبغه الاسلاميه تكون موجوده فيه؟ ممتاز إيه. الـ الـ الرسول صلى الله عليه وسلم <applause> الله عليه <applause> تتعجب انه معصوم مم. ومؤيد بالوحي مم. يعني انسان لا يخطئ زين مع ذلك الرسول الله سبحانه وتعالى يأمره أمرا فيقول له وشاورهم في الأمر أنا ليش أشاورهم أصلا إذا كنت أنا لا أخطئ ومؤيد بالوحي. نعم. ليش لغرس روح نعم. التعاون روح العمل كفريق العمل الجماعي زين والله سبحانه وتعالى بعدين يصف المجتمع المسلم ويقول وأمرهم شورى شورى بينهم سبحانه الله وأمرهم شورى بينهم أمر صفة المجتمع المسلم. نعم. لما أنا أعيش في بيتي ومع زوجتي وعيالي والشورى هو المبدأ الذي أنا أسيطر عليه. نعم. في المدرسة في العمل تخيل المدير هذا الذي لا يشاور رؤساء أقسامه في أي أمر يقوم به. شلون العلاقة بينهم صح. بين المدير وبين رؤساء الأقسام اللي أصل ما يجتمع وياهم إلا في السنة سنة. زين أنا أعرف. يعني سبحان الله انا انا يعني آه عاصرت كثير من المدراء نعم. ايام كنت اشتغل في الوزاره <applause> زين آه مروا علي مدراء لا يجتمعون برؤساء الاقسام ما مش, فينا. مش بس برؤساء الاقسام شيخ خالد ايضا الموظفين ومر علي مدير يجتمع معنا كل اسبوع <applause> والله الانتاجيه وال والتفاعل والعمل الجاد <applause> مع الذي يجتمع معك كل اسبوع نعم. ويحاسبك ويراقبك ويقول عندنا هل ايش راح تسووا فيها؟ وشجع كيف؟ ايه؟ صح زين تخيلوا انتم الان في برنامج تراحي زين وعندكم فريق اعداد لو تقعدون معاهم كل كل اسبوعين ونبدا نحط افكار جديده لهذا البرنامج، نحط فقرات جديده لهذا البرنامج، هذا البرنامج ايش راح يصير فيه؟ يتطور بسرعه لابد ان يتطور نعم. لابد ان يتطور لان انت نعم. تاخذ باسباب التطوير مبدا الشورى دي. دي. لذلك حتى العلماء نعم. يقولون انت تعرف لما تعرف اذا اذا نعم. اذا حاكم من الحكام ظالم من ابرز الظلم انه لا ياخذ بالشورى ما يشاور احد نعم ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد نعم. ترى اللي انا اشوفه هو الصح صح زين اي نعم ولا انتم تشوفونه ترى غلط صح كدكتاتوريه دكتاتوريه نعم والحمد نعم. لله عندنا مبدا الديمقراطيه هذا وافر والحمد لله نعم. احنا نشوف يعني هذا الشيء يمكن على معظم الجهات والوزارات نعم. و... وايضا يعني يعني حتى يمكن احنا ما نقدر نتكلم على البرنامج نفسه ولكن هذا الشيء دائما يكون عندنا نعم. ويثنون عليك فوق الشباب نعم. في البرنامج وايضا ودنا نتكلم نعم. شوي جانب العمل خالد مهم صح نعم. ولكن يعني احنا اللي نشوفه الاهم من ذلك اللي هو الجانب اللي يكون في المنزل ان مشاوره الزوج والزوجه تشاور ايضا زوجها كيف خالد نعم. يعيدني بالكلام؟ انت شوف تخيل لما يأتي إيه الصيف اطرح السؤال هذا <applause> لما يأتي الصيف لما يأتي الصيف نعطيك نعطي قضيه السفر نعم لما انا قاعد مع زوجتي وعيالي اقول لهم ايش رايكم وين نسافر؟ ونبدا نطرح الايش؟ على حسب الميزانيه المقترحات الموجوده الميزانيه مثلا عندنا ألف ريال صح. نبي نصرفها ونستانس فيها نعم. وين نروح؟ يبدأون هم يتشاورون كذا لما نتفق كلنا على مكان نروحه صدقنا نروح كلنا واحنا ايش؟ سعداء ومستانسين صح. لكن لما انا يقول ترى يا جماعه ترى خلاص الصيف بنروح الهند. الهند ما نبي الهند ما نبي كذا ليش تودينا الهند؟ يا جماعه الهند حلوه وكذا خلاص انا قررت وحجزت وانتهى الموضوع قضي الامر الذي فيه تستفيد انتهى الموضوع الكل بيزعل زين انا مره رحت مدرسه مدرسه جوعان بن حمد طلبوني سبحان الله يعني هذه قضية شلون انت تغرس قضية التعاون نعم. والمبدأ هذا، التعاون على البر والتقوى في قضية نفوس طلابنا. صحيح لأن هذه مهارات أنا لازم لازم أعلمها، الآن مشكلتنا في التعليم أن احنا مم. قاعدين نعلم القراءة والكتابة والحساب والفيزياء والكيمياء، نعم. هذه مش هي الحياة. صحيح الحياة هي مهارات، مم. أنا لازم أعلم عيالي مهارات، لأن في النهاية إذا هو يعرف جدول الضرب ترى ما راح ينفعه في في الحياة هو ما يعرف شلون يتكلم مع الناس صحيح. وكيف ينصت إليهم وكيف يتفاعل معهم وكيف يتعامل مع الناس طلبوني كانوا المدير شو مسوية مسوية مشروع بناء مسجد قيمته 130 ألف ريال طبعا 130 ألف ريال بالنسبة لطلبة مدرسة ابتدائية يعتبر مبلغ كبير ما يشتغلونهم أنا وكانت محاضرة تحفيزية مم. تشجيع زين عقب ما تكلمنا والبناء المساجد وقيمه المسجد في الاسلام والتبرع والتصدق وبعدين قمت انا بعد ايش تبرعت وياهم لان تعاونوا على البر والتقوى والله معظم الشباب والاولاد قاموا عقب المحاضره سلموا وقاموا يحطوه في صندوق صندوق حاطينه قدامنا <applause> انا شفت واحد من الطلبه والله يعني كان قايلين لنا في محاضره وكذا وبنتبرع فيايب وياه 500 ريال طبعا ما اخذها من الاب او <applause> الام <applause> وفحطها تخيل هذه هذه القضيه اتصلت فيني المسؤوله الاجتماعيه المدرسه عقب عشرة ايام تقريبا او ثلاثة عشر يوم قالت شيخ ابشرك يجمعنا يعني ال 130 الف سبحان الله انا طلع. والله توقعت انا توقعت انه راح يستمر الموضوع شهرين او ثلاثه لانه يعني نعم. المبلغ شوي يعود نعم. خلال 13 يوم كانوا مخلصين سبحان المبلغ 130 الف ريال تخيل هذا وبعدين يبوا لهم صوره المسجد ولما بنوه وكذا و... نعم. وحطوا مثلا صوره ان هذا ترى الجيل اللي قبلكم آه بنا مسجد شوف التفاعل والتنافس والتعاون نعم. على قضيه البر والتقوى من خلال المدرسه على فكره هذا مو منهج لكن المديره إيه هي اللي ايش صحيح. كان عندها هذا التصور، مم. احنا نتمنى أن فعلا يكون هذا منهج عندنا في المدارس، ان احنا فعلا نتنافس في اعمال البر والتقوى. نعم. نعم، واكيد هي شغله جدا مهمه خاصه هم صحيح. لما يكورون نفسهم في المستقبل يشوفون هذا الشيء، والاجيال اللي بعدها مثل ما ذكرت شيخ خالد راح يكون راح يكون مبدا الـ 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 يعني فيها فيها الكثير من العبر والدروس، نعم. اول شيء التعاون ثاني شيء حتى صدقه تركيز نعم. على مبدا على مساله الصدقه والتبرع نعم. ومساعده الغير هذه اكيد صح. كلها مبادئ خيره نتمنى اكيد من يعني جميع التربويين هم يشتغلون على هذا الله الموضوع الله. وانهم يعززون هذه نعم. القيم لدى الطلاب اللي هم باذن الله راح يكونوا قاده في المستقبل باذن الله. باذن الله تعالى. اذا نبي نسترسل معك في الحديث اكثر م. شيخ خالد ودنا انت كلم عن موضوع اخر احنا بساعه كنا نتكلم عن سوالف في النوم مدى اثرها على الانتاجيه هل مثلا النوم علاقه النوم بالاداء الانتاجي في العمل هل لها علاقه بالتعاون ولا لا اذا يعني لو انا أصيغ السؤال بطريقه ثانيه نعم. لما احنا نروح ننام من وقت احنا كلنا اللي في البيت صحيح. في الاسره على اساس ان نستعد حق ثاني يوم حق العمل هل هذا فيه تعاون طبعا في انتاجيه وشنو تعاون نعم. انا بقول لك اعطيك حديث <applause> اللي هو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم <تصفيق> بورك <تصفيق> لامتي في بكورها الذي يروي الحديث صحابي مو مشهور عند كثير من الناس ما لا الا هذا الحديث اسمه صخر الغامدي من غامد هذا الحديث يعني حتى كثير من الصحابه او كثير من الناس ما يعرفون هذا الصحابي اسمه صخر الغامدي هو اللي يروي هذا الحديث يقول وكنت رجلا تاجرا شوف الان القضيه اللي قاعد تتكلم عليها انتاجيه الان هو يبي يزيد من تجارته ويبي يربح زياده صح ولا لا, لا؟ كل انسان يحب الربح صح وهذا ما في مشكله عندنا احنا فيقول فكنت ابكر في تجارتي وامر غلماني ان يبكروا فيها فزاد الله من ارباحه يعني هو يقول يقول انا طبقت الحديث وعقب ما طبقت الحديث وكنت ابكر اصلي الفجر عقب صلاه الفجر مباشره نبدا انا وغلماني نبدا تجارتنا يقول فزادت ارباحي نعم لانه كان يسبق الناس كلهم ويفتح قبلهم فاللي يجي مسكين يشوف هذا الدكان فاتح اول واحد يشتري من عنده وغير البركه الربانيه اللي البركة يعني حتى لو كان في الكل جاء بدري بعد بركه, نعم. بركة انا اعطيكم صح. اعطيكم تكنيك يسمونه زين دائما انا اقول للناس الله سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم يعطينا ما يجعل البركه في اموالنا الان الكل يشتكي يقول فلوسنا ما فيها بركه انا اقول لك ابيك تسوي لي شيء واحد ان تتصدق في اليوم كل يوم كل يوم تتعمد تتصدق بريال وايد نص ريال وايد ربع ريال بس انا ابيك تسويها يوميا ما من يوم تشرق فيه الشمس كما قال عليه الصلاه والسلام في الحديث الا وينزل ملكان يقول احدهما اللهم اعطي منفقا خلفا اخلف عليه زيده بارك له زين ويقول الثاني اللهم اعطي ممسكا تلفا نعم زين لا يبارك في الله سبحانه. دعاء عليك أنا أسألكم سؤال. دعاء الملكين مستجاب ولا غير مستجاب؟ العلم عند الله. بس مستجاب, يعني مستجاب. مستجاب. لا هذا ينزلون نعم. أصلا لهذه القضية. نعم. يدعون لكل منفق بالزيادة. صحيح. ويدعون على كل ممسك بالتلف نعم. والخسران. أنا أسألكم سؤال. في أي الفريقين تريدون؟ كده الفريق اللي الله بيبارك له. فيه. الله يبارك له فيه. نعم. مجرد إنك أنت تتصدق كل يوم مه. بدرهم واحد. مه. الأم المؤمنين عائشة في صحيح الإمام البخاري نعم. قالت سئل الرسول صلى الله عليه وسلم <applause> عن أحب الأعمال إلى الله <applause> هذا التكنيك الثاني هذا داوم عليه قال أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قضية الديمومة نعم. هي التي تصنع منك إنسانا نعم. الذي يداوم في صدقه يقولون عنه الناس صادق نعم. الذي يداوم على عمل يصير محترف في هذا العمل صحيح ليش قضية الديمومة هذا الذي يلعب السلة في نص الكرة ال... في نص الملعب بدون وهو مغمض ياخذ الكرة يقطها كذي صحيح قدام الجمهور آه واو نعم. صح ولا لا صحيح لكن مسكين هذا ما يدرون أنه كل يوم يتدرب نعم. لمدة ثلاث أربع ساعات بروحه وهو قاط هالكرة تقريبا مليون مرة نعم لكي يتقن صحيح. هذه قضية الديمومة نعم, نعم. نعم. يعني احنا استمتعنا بالحديث احنا ما نعرف نقول لك الوقت لحبنا وايد يعني الله استمتعنا ما ادري خالد عندك شيء تبي تقوله نعم لا انا 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 بالنسبه لي يعني اكيد معك شيخ نعم. ممكن نحن ناخذ وقت اطول اطول من كذا لكن للاسف مثل ما قلت يا خالد نعم ويعني و... ما ندري ان شاء الله يا رب انه يكون لنا لقاء معاك ان شاء الله في الجمعه القادمه الله. باذن الله تعالى وتكون ضيف دائما تكون يعني فعلا زرعت فينا البسمه والحيويه واحنا اعتدنا في قناه يعني في قناه الريان وبرنامج ترحيب خصوصا دائما نبتسم ونضحك الجمهور صلوح. على اساس ان صلوح. نسعدهم وايضا اتماما للكلام اللي تفضلت فيه يعني اثبتت الدراسات العلميه ان بعد 15000 ساعه يكون الانسان متقن لاي عمل هو يقوم فيه صحيح يعني 15000 ساعه, ساعة نقسمها تقسمها نعم. على عدد الأشهر خلاص يقول حق الساده المشاهدين هي, 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 هي ام الاحترام والشيخ خالد هو نعم. بيعطيهم الجائزه في البرنامج <applause> ان شاء الله باذن الله اذا شكرا لك الداعيه خالد بن موزه الداعيه الاسلامي بيض الله وجهك على حضورك معنا في استديو برنامج ترحيب واتمنى من الله سبحانه وتعالى ان ينفع بعلمك وان ينفعنا بما علمنا باذن الله اللهم امين الله بارك الله. اذا اعزائي المشاهدين بعد الفاصل راح نتابع مكتبه او مكتبه قطر الوطني صرح ثقافي ضخم لاجيال المستقبل